قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه يا ريس عملته فيه ايه؟ والله انت عملته اللي احنا عايزين نعمله يا عم. ولا احنا بلطجيه ولا احنا صحفيين. خد بس خد 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 بقول لك والله انت عملته اللي لازم يتعمل. والله يا رجاله زحيتك يا باشا. خد يا ريس. يلا ربنا يخطرها. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. مش هو ده الفيسبوك بقى؟ شباب الفيسبوك. والله ما دول بتوع الفيسبوك اللي قاعدين دول مش بتوع الفيسبوك. لا, 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 لا. لا بتوع الفيسبوك محترمين. احنا نضحكش على بعض. لا نضحكش على بعض. يا بيه مش دول والله. العيال بتوع الفيسبوك مشوا من يوم 25. يا عم من الاخر انا هقول لك بص البلطجيه اتلمت، العيال الحراميه اتلمت، هي كانت هوجه في الزحمه. وخرجوا اللي كسر واللي نهب وخلف الفيلم، اللي قاعدين دمك هم برضه دماغهم تعبانه. الراجل غير كل حاجه هو احتوى وجاب رئيس وزاره ونائب، انتوا قاعدين تاني. يلا الحمد لله. وبعدين ده ما ده اللي اتعمل فيه كده. الحمد لله. احنا هنعض ببعضينا. ايوه يا باشا. كده نعض ببعضينا وتخرب.